السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر إبراهيم بحيري، بنشرح مع بعض منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي لدفعة 2022. اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الأزمة المالية والسياسية والتدخل الأجنبي في شؤون مصر، وشفنا صور التدخل الأجنبي كتير جدا سواء في عهد إسماعيل أو في عهد توفيق. طبعا آخر حاجة حصلت في عهد توفيق إن رجع لنا المراقبة الإيه؟ الثنائية، وشفنا ما رجعت المراقبة الثنائية عملت إيه؟ ألفت لنا لجنة اسمها لجنة التصفية، فأصدرت لنا قانون بعد كده اسمه قانون الإيه؟ التصفية. طبعا كل دي مظاهر للتدخل الأجنبي في شؤون مصر. هل احنا بقى كمصريين هنقبل بالتدخل الأجنبي؟ أكيد لا. وبالتالي بنشوف انها تظهر عندي حاجة اسمها الحركة الوطنية، يعني حركة معارضة، هنبدأ نعترض على التدخل الايه؟ الأجنبي زي ما قلت لك. بس قبل ما نبدأ في حصة النهاردة لازم تنزل تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب على اليوتيوب لو انت مش مشترك معانا، واي استفسار سيبهولي بس في كومنت، وادخل الجروب بتاعنا طلاب مستر ابراهيم بحيري، واعمل شير لاصحابك وشجعونا ان احنا نكبر القناة ونوصل لمئة الف مشترك. طيب تعالى نشوف حصة النهاردة كده، بنتكلم عن الحركة الوطنية والثورة العربية. مستر يعني ايه الحركة الوطنية؟ يعني حركة معارضة، الناس هتبتدي تعترض على التدخل الاجنبي. طب يا مستر مين اللي هيحمي اللواء المعارضة؟ مين اللي هيعترض؟ عندي اول حاجة الاعيان من كبار ملاك الاراضي الزراعية، لان طبعا اتلغى لهم قانون الايه؟ المقابلة، فالاعيان متضايقين. طب ومين تاني؟ طبعا تاني عنصر عندي وهم المتعلمين والمثقفين، وهينضم ليهم في النهاية مين؟ العسكريين، وتتحول لثورة بعد كده اللي هي الثورة العربية. يبقى أنا عندي التلاتة دول اللي هيحملوا لواء الايه؟ المعارضة، هينضم ليهم في النهاية مين؟ العسكريين. طب تعالى نشوف مع بعض كده ايه أسباب الحركة الوطنية؟ هي الناس هتعترض على ايه؟ ايه أسباب ظهور الحركة الوطنية؟ تعالى نشوف كده. أول حاجة عندي بسبب زيادة التدخل الايه؟ الأجنبي في شؤون مصر، لأن الدول الأوروبية عمالة تتدخل في شؤون ايه؟ في شؤون مصر زي ما شفنا الحصة اللي فاتت. تاني حاجة خضوع الخديوي توفيق لمين؟ للأجانب. الخديوي توفيق خاضع للأجانب وبيسمع كلامهم في كل حاجة. طيب تالت حاجة، كل ده يا مستر، كل صور التدخل الأجنبي دي وبرضه ما بتتحلش الأزمة المالية، يبقى زيادة حدة الأزمة الايه؟ المالية. طيب رابع نقطة عندي أدت لظهور الحركة الوطنية، طبعا الواقع السياسي وسوء نظام الحكم. طبعا سوء نظام الحكم أنا قصدي على سوء إدارة الخديوي توفيق إن هو خاضع للأجانب، وسوء إدارة مين؟ رئيس الوزراء رياض باشا. الأعيان متضايقين من مين؟ من رياض باشا. ليه؟ ما أنا قلت لك رياض باشا رئيس الوزراء، قلت لك صفاته عاملة إزاي، قلت لك الراجل من أنصار الحكم المطلق، بيخضع للنفوذ الأوروبي، بيخضع للأجانب، بيعارض إقامة حياة نيابية، مش عايز يعمل مجلس نواب، وكمان مش عايز يعمل إيه؟ دستور. ده غير ده كله بضيف لك تاني على صفات رياض باشا ان هو بيضطهد الوطنيين، اي حد وطني ياخده يحبسه. مش بس كده، ده بيعطل الصحف اللي بتنتقد تصرفات الحكومة، اي جريدة بتشتم في الحكومة بيقفلها. ده مين ده؟ رياض باشا. كل ده من اسباب ظهور الحركة الايه؟ الوطنية. طب اثبت لي يا مستر بقى ان ظهرت عندي حركة وطنية. انت بتقولي ان ظهر عندي حركة وطنية، جميل، وقلت لي اسباب ظهورها، الناس دي بتعترض على ايه؟ قلت لك على التدخل الاجنبي وخضوع الخديوي وتوفيق للاجانب وزياده حده الازمه الماليه ومتضايقين من وزاره مين؟ رياض باشا. طب اثبت بقى يا مستر ان فعلا الشعب هيبتدي يعترض. اهو تم انشاء جمعيه اسمها جمعيه ايه؟ حلوان، وجمعيه تانية اسمها جمعيه مصر الفتاه. طب تعالى كده نشوف مظاهر الحركة الوطنية. أول مظهر عندي وهي جمعية حلوان. جمعية حلوان دي كانت جمعية سرية اتعرفت بعد كده باسم الحزب الوطني. طب حلو، جمعية حلوان نشرت أول بيان سياسي ليها كان أيام إسماعيل، فاكر؟ أما قالت له شيل الوزارة الأوروبية وهات لنا وزارة وطنية بقيادة شريف باشا، وفعلا استجاب إسماعيل، فساعتها إنجلترا وفرنسا تدخلوا للسلطة العثماني وعزل لهم مين؟ إسماعيل. ده كان أول بيان سياسي ليها. طيب دلوقتي جمعية حلوان بنلاقي إن هي في منتصف 1881 بنلاقي إن هي بدأت تطلب بأربع حاجات. أول حاجة عندنا بتقول إيه؟ قالت أول حاجة إعادة. إعادة إيه؟ إعادة أملاك الدائرة
السنية اللي هي أملاك مين؟ إسماعيل. والدومين اللي هي أملاك الأسرة بتاعت مين؟ محمد علي. نرجعهم تاني للحكومة المصرية. ايه ده؟ هما مش مع الحكومة المصرية؟ لا، ما انا قلت لك وفق قانون التصفية اتحطوا تحت ادارة ايه؟ دولية، ضمانا لسداد الديون اللي عليهم. هنا جمعية حلوان بتطلب بايه؟ بتطلب باعادة املاك الدائرة السنية والدوميين تاني ليه؟ الحكومة، لان طبعا اتحطوا تحت ادارة دولية في قانون الايه؟ التصفية زي ما قلنا. يبقى ده عكس قانون التصفية او بيلغوا قانون التصفية. تاني نقطة عندي، جمعية حلوان بتطلب بايه؟ بتطلب برضو بالغاء النص الخاص بايه يا مستر؟ بتخصيص ايرادات السكك الحديدية لحساب الديون. كان في نص كده بيقول لك ان ادارة السكك الحديدية دي فلوسها كلها بتروح للديون الى صندوق الدين. قال لك لا، نلغي النص اللي بيقول ان ادارة السكك الحديدية فلوسها تروح للديون. طب الناس هتاخد فلوسها ازاي؟ قال لك سهلة، توحيد الديون كلها بفايدة 4%. يعني تاخدوا من فلوس مصر كل سنة 4% بس، ويتم توزيعها على الدائنين، وزعوها على بعضكم عجزنا. طيب ده تالت مطلب عندي الجمعية ايه؟ حلوان. المطلب الاخير، تكوين رقابة ايه؟ وطنية. يعني نعمل مراقبة وطنية. ايه ده؟ يعني عايزين تلغوا المراقبة الايه؟ الثنائية. يبقى بدل المراقبة الايه؟ الثنائية. يبقى لو عايزين نعمل مراقبة وطنية بدل من المراقبة الثنائية اللي معمولة اللي خربت لنا الدنيا دي، ويا عم هندخل فيها ثلاثة من الأجانب، هتعينهم الدول الدائنة بس بشرط توافق عليهم الحكومة المصرية. دي مطالب جمعية ايه؟ حلوان. طيب رياض باشا رئيس الوزراء هيقبل بمطالب جمعية حلوان؟ أكيد لا. فاول ما سمع بمطالب جمعية حلوان، قلت لك دي جمعية سرية محدش يعرف مين هم افراد جمعية حلوان. فرياض باشا اول ما سمع بمطالب جمعية حلوان بدأ يدور عليهم، قال لك انا لو قفشتهم انا هنفيهم لفين؟ للسودان. يبقى حاول رياض باشا انه يتعرف على افراد جمعية حلوان لنفيهم للسودان، ولكنه لم يستطع، لان زي ما قلت لك جمعية ايه؟ سرية. دي جمعية حلوان، دي اول مظهر من مظاهر الحركة الوطنية. تاني جمعية عندي ظهرت برضو بنشوف، هي جمعية مصر الفتاة او مصر الشابة او مصر القوية، ايا كان. مصر الفتاة، مصر الفتاة دي كانت عبارة عن منبر اعلامي. مصر الفتاة دي يا مستر كانت موجودة فين؟ قالك كانت مقرها في الاسكندرية، واصدار الجريدة بتحمل اسمها، الجريدة اسمها مصر الفتاة. طب بتطالب بايه؟ احنا شفنا جمعية حلوان كانت بتطالب باربع حاجات. طيب دلوقتي جمعية مصر الفتاة بتطالب بايه؟ بتطالب الخديوي بالحريات العامة. وطبعا كلمة حريات عامة دي مش سهلة، حريات عامة يعني حرية ابداء الرأي، حرية الصحافة، حرية الاجتماع وتكوين الاحزاب، حرية الاعتقاد في الدين لله والوطن للجميع، كل دي حريات. فبنشوف ان جمعية مصر الفتاة كانت بتطالب الخديوي بالحريات الايه؟ العامة. نقدر نحط لك عليها سؤال كده ونقول لك الجمعية اللي كانت عبارة عن منبر اعلامي او بتطالب بحرية الرأي، طبعا جمعية مصر الايه؟ الفتاة. كده احنا شفنا الحركة الوطنية اسبابها ومظاهرها، طبعا جمعية حلوان وجمعية مصر الفتاة. طبعا الكلام ما جابش نتيجة، فالموضوع هيتحول لثورة بعد كده، اللي هي الثورة الايه بقى؟ العرابية. المناخ العام السياسي والاقتصادي والعسكري بيقول ان في ثورة هتحصل. طب مين اللي هيعمل الثورة؟ كان العسكريين من اكثر العناصر تأهلا للقيام بالايه؟ الثورة. الجيش هو اللي هيعمل الثورة. طب اشمعنى يا مستر؟ اكيد فيهم صفات بتتميز عن المدنيين او بتميزهم عن المدنيين. تعال نشوف اشمعنى الجيش من اكثر العناصر تأهلا للقيام بالثورة دي. اول حاجة بسبب قدرتهم التنظيمية التي تميزهم عن المدنيين. طبعا العسكريين منظمين جدا، اسأل اخوكي او اسأل اخوك كده اللي دخل الجيش هيقولك لو ادوا معاد الساعة 10 الصبح ولا حاجة نجتمع في الميدان، العشرة بالدقيقة هيكونوا واقفين. هل بقى بيكونوا واقفين بهرجلة كده وده لازق في ده وده واقف بعيد عن ده او بيكسروا او بيعملوا؟ لأ، ده عبارة عن نظام، هتلاقي فيه طوابير كده واقفة بنظام، بيسمعوا كلام القائد اللي واقف عليهم، وبالتالي العسكريين اكثر تنظيما من مين؟ من المدنيين.
يبقى دي حاجة بتميزهم عن المدنيين. طيب تاني حاجة، ليه العسكريين من أكثر العناصر تأهلا للقيام بالثورة مستر؟ اشمعنى يعني؟ أكيد عشان حاسين بالظلم. طالما أنت اللي هتعمل الثورة أنت بالذات، يبقى أنت أكتر واحد حاسس بالظلم. طيب العسكريين حاسين بالظلم؟ طبعا معاناتهم داخل الجيش، بيعانوا داخل الجيش، بيعانوا من إيه؟ من تعسف، من ظلم القيادات التركية الشرقسية. وزير الحربية التركي، وزير الحربية كان تركي اسمه عثمان رفقي، كان بيعامل الضباط المصريين والجنود المصريين معاملة سيئة جدا، وكان بيحرمهم من تولي أمور القيادة والرتب العليا، ما كانش بيخليهم يترقوا، ليه؟ كان أغلبهم كان دخل الجيش بالتطوع، فما كانش بيخلي حد فيهم يترقى لرتبة تانية. وبالتالي ده ظلم ولا لا؟ طبعا ظلم. طيب تالت نقطة عندي، ليه يا مستر برضو هم اللي مؤهلين للقيام بالثورة دي؟ بسبب تأثرهم بالمناخ العام المنذر بالثورة. يعني ايه؟ مش فاهم. هم العسكريين دول جايين منين؟ جايين من المجتمع المصري، اخويا واخوك اللي موجودين في الجيش، وبالتالي حاسين باللي حاسس بيه المجتمع المصري. يبقى كان العسكريين جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، فده اللي اعطى الثورة بقيادة العسكريين طابع مدني وشعبي. يعني الثورة بقت مين اللي واقف قدام؟ العسكريين. مين اللي واقف في ظهرهم؟ الشعب. فده اللي اعطى الثورة بقيادة العسكريين طابع مدني وشعبي. طيب ده السؤال، لو قال لك كان العسكريين من اكثر العناصر تأهلا للقيام بالايه؟ بالثورة، قلنا بسبب قدرتهم ومعاناتهم وتأثرهم زي ما قلت لك. طيب تعال بقى نشوف كده عوامل قيام الثورة الايه؟ العربية. ايه اسباب قيام الثورة العربية؟ طبعا هندخل فيها اكيد اسباب قيام الحركة الايه؟ الوطنية، لان دي معارضة ودي معارضة. فتعالى كده نشوف مع بعض كده عوامل قيام الثورة العربية. انا عندي عوامل سياسية وعوامل اقتصادية وعوامل عسكرية. عوامل سياسية انا عندي عاملين، واقتصادية عاملين، عسكرية بقى هتلاقيها اربع عوامل، لان هم دول اكتر ناس حاسين بالظلم زي ما قلت لك. طب تعال نشوف كده العوامل السياسية لقيام الثورة العربية. اول عامل عندي هنا، قلت لك الناس متضايقة من ايه؟ من زيادة التدخل الاجنبي، ان في تدخل عندك ايه؟ اجنبي، وخضوع الخديوي توفيق لمين؟ للاجانب. الخديوي توفيق خاضع للاجانب وما بيتكلمش. تاني حاجة، الحكم المطلق سواء للخديوي توفيق او رياض باشا رئيس الايه؟ الوزراء. الحكم المطلق سواء لده او لده، ماسكين في ايديهم السلطة التنفيذية والتشريعية، ومفيش مجلس نواب زي ما قلت لك ولا في دستور. طيب دي العوامل السياسية اللي هتأدي لقيام الثورة. طب انا عندي عوامل اقتصادية، ايوة برضو حاجتين، بسبب اصدار قانون والغاء قانون. اصدار قانون ايه؟ اصدار قانون عندك، اصدار قانون التصفية. فاكر قانون التصفية اللي خصص اكتر من نص موارد الميزانية لحساب الديون؟ فده طبعا حرم الاهالي من ثمر جهدهم. قانون التصفية قلت لك خصص اكتر من نص فلوس مصر، نص ميزانية مصر كل سنة بتروح للديون، والباقي اقل من نص كان بيدوهم نفقات على الشعب. يعني بدل ما حضرتك كنت شغال في اليوم مثلا بتاخد اليومية 10 جنيه، لا انت هتقبض اقل من كده بكتير، هتاخد مثلا 4 جنيه. طب ليه؟ قالك الباقي بيروح لفين؟ للديون. وبالتالي ده حرم الاهالي من ثمرة جهدهم. يبقى ده اول حاجة بسبب اصدار قانون الايه؟ التصفية. طيب تاني حاجة عندي في العوامل الاقتصادية، بسبب الغاء قانون، ان اتلغى قانون عندي اللي هو قانون الايه؟ المقابلة. فده ادى لتذمر غضب حائزوا الاراضي الزراعية اللي هم الاعيان ملاك الاراضي الايه؟ الزراعية. لان قلت لك هم كانوا استدانوا استلفوا عشان يدفعوا 6 امثال الضريبة المقررة على الارض الزراعية، عشان يتعفوا من نصها بعد كده ويبقى لهم ملكية الارض ملكية قانونية. طب دلوقتي اتلغى قانون خالص، فهيرجعوا يدفعوا الضريبة كاملة تاني. فده ضايق ملاك الاراضي الايه؟ الزراعية اللي هم مين؟ الاعيان. دي العوامل الاقتصادية. تعال بقى نشوف العوامل العسكرية. كم عامل عندي؟ زي ما قلت لك 4 عوامل، اكتر ناس حاسة بالظلم العسكريين، فعشان كده هم اللي كانوا مؤهلين ان هم يعملوا الايه؟ الثورة. تعال نشوف كده العسكريين. اول عامل عندي في العوامل العسكرية، قال لك تذمر ضباط الجيش المصري. الجيش المصري متضايق. متضايق من ايه؟ متضايق بسبب احالة كثير من الضباط للتقاعد توفيرا للنفقات. يعني ايه الكلام ده؟ كانوا بيطلعوا ضباط الجيش المصري على المعاش. ليه؟ قال لك توفيرا للنفقات، توفيرا للفلوس اللي بتصرف عليهم مرتبات والكلام ده كله، فكانوا بيطلعوهم على المعاش. فهنشوف كمان شوية ان الجيش هينزل من 18000 ل 12000. طب يا عم ماشي، انتوا طلعتوهم على المعاش
وفروا لهم وظائف مدنية تانية عشان يعرفوا ياكلوا ويشربوا. قال لك لا، دون توفير وظائف مدنية أخرى. فطبعا إن الضباط اللي طلعوا على المعاش دول هيبتدوا ينضموا للناقمين من الأهالي، الغاضبين من الأهالي، ويبقى يقفوا مع الثورة العربية زي ما هنشوف. طيب تاني حاجة عندي من العوامل العسكرية، قلت لك هم حاسين بالظلم صح؟ فسوء معاملة رؤسائهم الأتراك، أنا قصدي على وزير الحربية التركي اللي هو كان اسمه عثمان رفقي طبعا الشركسي. عثمان رفقي قلت لك وزير الحربية كان بيعامل الضباط المصريين والجنود معاملة سيئة جدا. ده غير ده كله قصر الترقية على خريج المدارس الحربية. يعني ايه؟ هقول لك انا، كان في مرسوم كده اتصدر في 31 يوليو 1880، المرسوم ده كان بيقول ايه؟ بيقول لك ان قصر الترقيه على خريج المدارس الحربيه، يعني عشان تترقى من رتبه لرتبه لازم تكون متخرج من مدرسه ايه؟ حربيه. طيب ايه المشكله يا مستر؟ ما هي المشكله ان اغلب المصريين دخلوا الجيش بالتطوع، وبالتالي هو مش متخرج من مدرسه حربيه، وبالتالي مش هيترقى، صح ولا لا؟ فطبعا بيقول لك ان ده هيؤدي لعدم وجود فرصة كبيرة للعسكريين المصريين للترقي، طبعا لان اغلبهم داخل الجيش بالايه؟ بالتطوع. فطبعا شايفين ناس بتترقى لان هم متخرجين من مدرسة حربية، واحنا كمصريين اكمننا اغلبنا مش متخرج من مدرسة حربية، فما كناش طبعا بنترقى، فدي حاجة مضايقة الايه؟ العسكريين. اخر سبب عندي او اخر عامل عندي من ضمن العوامل العسكرية، وده السبب اصلا في قيام الثورة العربية، بنسميه السبب المباشر او القشة التي قصمت ظهر البعير. تعال نشوف كده ايه اللي حصل. بيقول لك تم نقل الامير لاي عبد العال حلمي قائد ألاي طرة، يعني كتيبة طرة، اتنقل الى ديوان الحربية لمقر الوزارة، وزارة الحربية، وتم تعيين احد الشراكسة مكانه. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ اقول لك انا اللي حصل، ان وزير الحربية التركي عثمان رفقي عمل ايه؟ نقل الاميرالاي عبد العال حلمي. يعني ايه اميرالاي اصلا؟ اميرالاي دي رتبة في الجيش المصري، يعني تواكب حاليا رتبة عميد، بس زمان كان اسمها ايه؟ اميرالاي. فالعميد او الاميرالاي عبد العال حلمي المصري ده كان قائد كتيبة اسمها كتيبة طرة، ألاي طرة اللي هي كتيبة ايه؟ طرة. كان قائد كتيبة ومعاه فرق عسكرية ومعاه ضباط ومعاه نقبة ومعاه كل حاجة. اتنقل من قائد كتيبة الى ديوان الحربية لمقر وزارة الحربية، وبقى موظف عادي قاعد على مكتب، وتم تعيين احد الشراكسة مكانه. فانت كده قللت من المصري، يبقى كده انت قللت من المصري وعليت من شأن مين؟ الشركسي الايه؟ التركي. فطبعا ده ضايق طبعا الضباط الايه؟ المصريين. خلي بالك النقطة دي السبب المباشر لقيام الثورة العربية. طيب يجي لك ازاي بقى السؤال ده في الامتحان؟ يقول لك يجيب لك مقولة كده، يقول لك مثل شعبي بيقول لك ان القشة التي قصمت ظهر البعير، او الفتيل الذي اشعل نار الثورة، هي دي. طب هل هيجيبها لك نقل الامير الله عبد العال حلمي واضحة وصريحة كده؟ لا طبعا، انت نظام جديد يا حبيب قلبي، فهيبتدي يعيد توصيف المعلومة، يعني يجيب لك معلومة تدي نفس المعنى. يقول لك مثلا التغيرات الإدارية في الجيش المصري، ما هو ده تغير إيه؟ إداري، صح ولا لا؟ فأما غير لك اللفظ ما تتخضش، طالما أنت فاهم هتقدر تتعامل مع السؤال. طيب يبقى دي عوامل قيام الثورة الإيه؟ العربية. قلنا عوامل سياسية وعوامل اقتصادية وعوامل إيه؟ عسكرية، أهمهم طبعا إن تم الأمير الله عبد العال حلمي قائد ألاي طرة، اتنقل من قائد كتيبة ألاي طرة إلى ديوان الحربية، وتم تعيين أحد الشراكسة مكانه، فده معناه تنزيلا لمرتبة المصري. طبعا عبد العال حلمي هيبقى زعلان، فتعال نشوف عبد العال حلمي هيعمل إيه. تعالى بقى نشوف مع بعض كده احداث الثورة العربية. انا قلت لك ايه اللي حصل؟ ان تم نقل عبد العال حلمي قائد ألاي طرة، اتنقل لديوان الحربية مقر الوزارة، وتعيين احد الشراكسة مكانه، فانت كده قللت من مكانة المصري عبد العال حلمي. تعالى بقى نشوف عبد العال حلمي هيعمل ايه. احداث الثورة، الثورة كلها يا شباب سنة 1881 لحد اما غير لك انا التاريخ في المذكرة المشتركة الاولى. طيب تعال نشوف كده ايه اللي حصل. بيقول لك ان عبد العال حلمي ماشي زعلان في الشارع، قابل في طريقه علي فهمي،
وراحوا رايحين لفين؟ لأحمد عرابي البيت. فاجتمع الضباط في يناير 1881، مين هم؟ عبد العال حلمي وعلي فهمي، اجتمعوا في منزل مين؟ أحمد عرابي لمناقشة وضعهم داخل الجيش، يشوفوا ايه اللي بيحصل. وقالوا لعرابي: يا عرابي انت اللي هتتزعم حركة المطالب بتاعتنا، لان احنا قاعدين في بيتك. معلش. طيب ماشي، ايه هي المطالب بقى؟ كتبوا عريضة. يعني ايه عريضة؟ شكوى بيطالبوا فيها رئيس الوزراء، رئيس الحكومة رياض باشا. بيقولوا لي: يا رياض اعزل لنا وزير الحربية التركي اللي هو عثمان ايه؟ رفقي، وعين لنا وزير مصري مكانه. اي وزير مصري مكانه، المهم شلنا الايه؟ التركي عثمان رفقي اللي زي ما قلت لك بيعاملنا معاملة وحشة. تاني حاجة نقل عبد العال ايه؟ حلم زي ما قلت لك. طيب هل بقى رياض باشا اللي بيضطهد الوطنيين وبيعطل الصحف اللي بتنتقد تصرفات الحكومة، اللي من أنصار الحكم المطلق، بيخضع للنفوذ الأوروبي، هل رياض باشا هيقبل من مطالب الضباط في يناير؟ أكيد لا. أنا قلت لك صفاته عاملة إزاي. فرفضت الحكومة مطالب الضباط في يناير. مش بس كده، ده أصدرت أوامر باعتقال الضباط التلاتة: عبد العال حلمي وعلي فهمي وأحمد عرابي، وهنقدمهم للمحاكمة الإيه؟ العسكرية في قصر النيل. وأثناء المحاكمة زمايل الضباط التلاتة على رأس الفرق بتاعتهم العسكرية بنلاقي إن هم هاجموا على مقر المحكمة، فهرب المجلس العسكري اللي كان بيحاكمهم، فخرج الضباط التلاتة مع زمايلهم وراحوا فين؟ راحوا قصر عابدين، وعملوا مظاهرة عابدين الكام؟ الأولى، يناير فبراير 1881. بيطالبوا الخديوي بإيه بقى؟ راحوا عند الخديوي توفيق بيقولوا له: يا خديوي إحنا كنا طالبين طلب من رئيس الوزراء رياض باشا، بنقول له اعزل لنا مين؟ عثمان رفقي وزير الحربية التركي اللي بيعاملنا معاملة وحشة، ويعين لنا وزير مصري مكانه. ما وافقش وحصل اللي حصل. فالخديوي قال لهم: يعني انتوا عايزين كده؟ اه. طب خلاص، عزل مين؟ عزل وزير الحربية التركي اللي هو عثمان ايه؟ عثمان رفقي، وتعيين واحد مصري مكانه اللي هو اسمه ايه بقى؟ محمود سامي البارودي. تم تعيين محمود سامي الايه؟ البارودي. ادي وزير مصري مكانه في وزارة الايه؟ الحربية. هنا الضباط بصوا لبعضهم كده قالوا: ايه ده؟ ده الخديوي وافق على مطالبنا. طيب ما احنا نطلب بقى شوية مطالب نأمن وضعنا داخل الجيش شوية ونحسن حياتنا، بما ان كده كده الخديوي ايه؟ بيوافق. فشعر الضباط بقوتهم والثقة في قدراتهم ان الخديوي وافق على المطالب بتاعتهم، فقالوا: يا خديوي معلش عشمنا فيك، عندنا شوية مطالب فئوية، يعني خاصة بفئة الجيش، خاصة بينا احنا عشان نأمن وضعنا داخل الجيش شوية ونحسن حياتنا. عايزين ايه يعني؟ معلش يا غديوي احنا عاوزين صرف بدل نقدي عن التغذية والملابس. يعني ايه؟ الاول كان التغذية والملابس كانت من جيب مين؟ من جيب الضباط، هم اللي بيدفعوا حق التغذية والملابس، ده زمان غير دلوقتي. دلوقتي كل ده على حساب الجيش. هما بيطلبوا من الخديوي ايه؟ بيقولوا له: يا خديوي معلش اصرف لنا بدل نقدي، ادينا فلوس عن التغذيه والملابس، وزود لنا المرتبات شويه، المرتبات قليله. دي حاجه. طيب تاني حاجه، معلش يا خديوي عشمنا فيك، عدم استقطاع المرتبات بتاعتنا طوال فتره الاجازات، يعني اما انزل اجازه ما تقطعش المرتب بتاعي، يفضل زي ما هو شغال. ماشي. طب المطلب الثالث، معلش يا خديوي عشمنا فيك، عشمنا فيك ان احنا ندفع بس نص اجره السكك الحياديه بس، يعني بدل ما ندفع تذكره كامله لا احنا ندفع بس نص اجره السكك الايه؟ الحديديه. دي المطالب الايه؟ الفئويه الخاصه بفئه الجيش. لحد دلوقتي شفت العسكريين طلبوا بمطلب مدني للناس كلها؟ لا، كل ده بيطلبوا مطالبهم هم. اول مطلب اما عزل وزير الحربيه التركي عثمان رفقي وعينوا البارودي مكانه. تاني مطلب بنلاقي ان في شويه مطالب ايه؟ فئويه خاصه بهم هم، صرف بدل نقدي عن التغذيه والملابس، زود لنا الايه؟ المرتبات شويه، ما تقطعش والنبي المرتب بتاعنا طوال فتره الاجازات، ندفع بس نص اجره السكك الحديديه. الخديوي وافق على معظم المطالب الفئويه. بنلاقي الضباط بعد ما راحوا البيت كده: طب يا جدعان ده وافق تاني، طب ما احنا نطلب بقى بشويه مطالب محترمه كده لينا وللناس كلها، اللي هي مطالب مايو 1881. تعال نشوف مع بعض كده مطالب اواخر مايو 1881. قالوا: يا خديوي معلش من عشمنا فيك، قالوا انطقوا عايزين ايه؟ والله احنا عندنا مطلبين عسكري ومطلب واحد سياسي.
ايه المطلبين العسكري؟ اول حاجة ياخدوه معلش، عاوزينك تزود لنا عدد الجيش ل 18,000 جندي. قال له ايه يا عرابي؟ ما هو الجيش 18,000 جندي. قال له لا، ده نزل عمليا ل 12,000 جندي، ما انت طلعت 6,000 على المعاش. مش قلت لك من شوية احالة كتير من الضباط للايه؟ للتقاعد. ف 6,000 طلعوا على المعاش، فالجيش نزل من 18 ل 12. فعشان كده العربيين بيطلبوا في مطالب اواخر مايو بيقولوا للخديوي ايه؟ زود لنا عدد الجيش تاني ل 18,000 جندي طبقا للفرمان الاصلي اللي كان مفروض على مين؟ على محمد علي فرمان 1841. طيب ده اول مطلب عسكري. المطلب التاني العسكري، معلش يا خديوي احنا عايزين نعمل حصون عسكريه جديده بدل القديمه. ايه بقى المطلب السياسي المدني للشعب كله؟ عاوزين نعمل مجلس نواب، تكون الوزارة وزارة رياض باشا مسؤولة أمامه. هنا الخديوي راح مبرق كده وقال لك يا نهار أبيض، عايزين إيه يا حبيبي أنت؟ هو مجلس نواب تكون الوزارة مسؤولة أمامه. تعرف ده معنى إيه؟ معنى كده إن العسكريين الجيش المصري بدأوا يدخلوا في الإيه؟ في السياسة. يعني كده الجيش والشعب هيبقوا إيد واحدة ضد نظام الإيه؟ الحكم. فهنا خاف مين؟ الخديوي، لان كده توحدت حركة الجيش مع الحركة المدنية السياسية مع الشعب ضد نظام الايه؟ الحكم، ضد رياض باشا رئيس الايه؟ الوزراء اللي مش عايز يعمل مجلس نواب، وضد الخديوي. طب الخديوي توفيق هيعمل ايه؟ قالك وجد الخديوي توفيق ان نفوذ الضباط اخذ في الازدياد، نفوذهم بيزيد يوم بعد يوم. طب والعمل؟ قال لك انا هعمل على تحجيم وضعهم داخل الايه؟ الجيش، وقلل نفوذهم. يعني كده مش هيوافق على مطالب مايو؟ لا، مش هيوافق على مطالب ايه؟ مايو. قال لك هوافق على ايه؟ طب يطلبوا بانشاء مجلس ايه؟ نواب. طب المطلب ده المفروض يطلب بيه مين؟ يطلب بيه الشعب، مش يطلبوا العساكر. اول مره تحصل دي. فتعال نشوف كده، بنشوف ان الخديوي وجد ان نفوذ الضباط الثلاثه اخذ في الازدياد، بيزيد يوم بعد يوم. فقال لك انا هعمل على تحجيم وضعهم داخل الجيش واقلل نفوذهم. ازاي يا خديوي؟ قال لي باي طريقه. اقول لي طريقه من الطرق بتاعتك. اول طريقه ان انا احرض الجنود يكتبوا تقارير ضد رؤسائهم الضباط. يعني مثلا احمد عرابي معاه فرقه عسكريه، معاه جنود، فالخديوي يخلي الجنود يكتبوا تقارير ضد رؤسائهم الضباط، ضد احمد عرابي، ضد علي فهمي، يكتبوا تقارير ضدهم، والخديوي يبتدي ايه؟ يلسوعهم. فهنا بدأ الضباط العربيين يشوفوا ان الجنود كل شوية يكتبوا تقارير ضدهم. ايه اللي بيحصل؟ فبدأ يشكوا في مين؟ في الخديوي توفيق. مين اللي ورا ده كله؟ الخديوي توفيق. فايه اللي حصل؟ بنلاقي ان هم هيرفضوا تنفيذ الاوامر العسكرية اللي هيطلبها منهم الخديوي توفيق. ايه هي بقى الاوامر العسكرية دي؟ تعال نشوف. يا عرابي انت والجنود بتاعتك روحوا لفين؟ للسودان. نروح للسودان ليه؟ عشان تخمدوا ثورة المهدي هناك. فين؟ في السودان. مين المهدي ده يا مستر؟ ده واحد اسمه محمد احمد الملقب بالمهدي، كان بيدعي ان هو المهدي المنتظر، وكان عايز يفصل السودان عن ايه؟ عن مصر. فهنا بنشوف ان الخديوي توفيق قال لاحمد عرابي والضباط روحوا لفين؟ للسودان لاخماد ثورة المهدي هناك. هنا رفض تنفيذ الاوامر الايه؟ العسكرية. لا مش هنروح. ليه مش هتروح؟ قال لك انت عايز تبعدنا للسودان عشان تبعدنا عن مراكز الاحداث في مصر، تبعدنا عن اللي بيحصل في مصر والتدخل الاجنبي. لا مش هنروح. طيب تاني حاجه قال لهم طب خلاص اشراك الجنود، كل واحد فيكم معاه جنود، اشراك الجنود اللي معاكم في حفر ترعه الرياح التوفيقي مع المدنيين. طبعا قالوا له لا برضه. لا ليه؟ لان انت شكلك كده عايز تنزع من ايد جنودنا السلاح، وهم اللي نجدونا في مظاهرة عبدين الكام الأولى في حادثة قصر النيل، هم اللي دخلوا هجموا على مقر المحكمة. لا مش هنشترك في حفر الرياح الايه؟ التوفيق، لان الغرض من كده اكيد انت عايز تاخد مننا الايه؟ السلاح. فالضباط زي ما قلت لك شكوا في مين؟ في الخديوي توفيق، والدليل على كده ان هم رفضوا تنفيذ الاوامر العسكريه، رفضوا ان هم يروحوا لفين؟ للسودان لاخماد ثوره المهدي، لان هم شايفين ان الغرض من كده انت عاوز تبعدنا عن الاحداث في مصر. رفضوا برضو ان هم يشركوا الجنود بتاعتهم في حفر ترعه الرياح الايه؟ التوفيقي، لان هم شايفين ان الغرض من كده انت عاوز تجمع السلاح من ايد جنودهم. وبالتالي رفضوا تنفيذ الاوامر الايه؟ العسكريه. هنا ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ايه؟ يقول لك حاول الخديوي توفيق التخلص من الضباط العرابيين عن طريق نقط، عن طريق ايه؟
طبعا ويجيب لك الاختيارات، هتلاقي في الاختيارات ايه؟ هتلاقي تحميل العرابيين باعباء اضافيه، او تحميل الضباط باعباء ايه؟ اضافيه. ما هي دي اعباء ايه؟ اضافيه عليهم. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده حصلت حادثه اسمها حادثه يوليو في شهر يوليو 1881، او اسمها حادثه العربه، حادثه عربيه. حصلت فين؟ في الاسكندريه. تعال احكي لك عن حادثه يوليو او العربيه اللي حصلت في الاسكندريه. ايه اللي حصل؟ بيقول لك صدمت عربه احد الاوروبيين، واحد خواجه اوروبي ماشي في الاسكندريه بالعربيه بتاعته بيجري، خبط جندي مصري في الاسكندريه فقتلوا، وقع الجندي المصري. فزمايل الجنود واقفين بيتفرجوا شافوا زميلهم وقع على الارض ميت، فبدوا يهزوه كده ويقولوا له قوم يا دفعه، قوم يا دفعه، قوم بالله عليك، بالله عليك لك قوم، هشددك برنج بدل شنج، بس قوم يا دفعه يا دفعه. وطبعا زميلهم مات. فزمايل الجندي اللي مات راحوا شايلين زميلهم اللي اتقتل وراحوا بيه فين؟ للخديوي. انت قلت لي الحادثه في اسكندريه، هيروحوا للخديوي فين؟ ما هو الخديوي كان قاعد في قصر الرأس التين بالاسكندريه، كان هناك قاعد بيصيف. بص لقى مين؟ لقى الجنود المصريين شايلين زميلهم القتيل ورايحين له لقصر رأس التين بالاسكندريه، وعملوا مظاهره هناك وبداوا يهتفوا يقولوا تدخل يا خديوي لمعاقبه الجاني، تدخل يا خديوي لمعاقبه الجاني. طبعا الخديوي كان بيصيف لقى الجنود جايين له ومعاهم قتيل، فاستاء الخديوي من هذا التصرف، اتضايق من المنظر اللي قدامه ده. فعمل ايه الخديوي؟ راح ماسك الجنود اللي اشتركوا في المظاهره دي، وراح اصدر عليهم حكم انهم يتنفوا لفين؟ للسودان. يبقى تم محاكمه الجنود اللي تجمهروا في قصر راس التيم الاسكندريه، وتم نفيهم نفي مؤبد لفين؟ للسودان. مين هنا يتضايق ويزعل؟ عبد العال حلمي. فتقدم عبد العال حلمي اللي انا حكيت لك عليه من شويه، فتقدم عبد العال حلمي بتقرير، كتب تقرير يتضرر فيه من الاحكام الصادره على الجنود، متضايق من الاحكام اللي صدرت على الايه؟ على الجنود، حرام يروحوا لفين؟ حرام يتنفوا للسودان، هم عملوا ايه يعني؟ فعبد العال حلمي رفع التقرير ده لمين؟ للبارودي وزير الحربيه. البارودي هيرفع التقرير لمين؟ لرئيس الوزراء رياض باشا. رياض باشا هيرفع التقرير لمين؟ للخديوي ايه؟ توفيق. فاستاء الخديوي مرة اخرى، اتضايق وقال للبارودي ايه ده يا بارودي؟ وقال للبارودي انت بتعترض على قرار انا اخدته اللي انا نفيتهم نفي مؤبد للسودان؟ بارودي! فطبعا البارودي كانت دمعته قريبة جدا، فالبارودي راح مقدم ايه؟ استقالته. قال له انت بتشنك عليا ليه؟ تتخلى عليا ليه؟ طب اهو راح البارودي راح مقدم ايه؟ استقالته. فتقديم البارودي ايه؟ استقالته من وزاره الحربيه. طب كده انا قلت لك حصلت مظاهره عابدين الاولى مخصوص عشان يشيلوا عثمان رفق التركي ويعينوا البارودي. طب البارودي كده ما هيستقيل، مين اللي هيتعين وزير حربيه؟ فالخديوي بقى وجد الفرصه لاعاده سيطرته على الجيش تاني، فراح معين صهره ابو نسب داوود باشا يكن وزيرا للايه؟ للحربيه. طبعا انت عينت قريبك ابو نسب داوود باشا كان وزير الحربيه، فاكيد متعين عشان يعمل ايه؟ فبدا يضيق على الضباط العربيين ويراقبهم في الرايحه والجايه ويمنعهم من الايه؟ من الاجتماعات. هنا وجد الخديوي توفيق ان نفوذ الضباط اخذ في الازدياد زي ما قلت لك، فقال لك احمد عرابي وعبد العال حلمي وعلي فهمي نفوذهم عمال بيزيد عندي هنا، طب انا هعمل ايه؟ قال لك انا افكر ان انا انقل كل واحد في مكان بعيد عن الاخر، افرق شملهم، اشك وحده الصف الايه؟ العسكري، كل واحد احطه في مكان بعيد عن التاني. في نفس الوقت عرابي كان بيزداد نفوذه ما بين العسكريين وما بين الشعب كله. طب والعمل؟ لسه الخديوي بيفكر ان هو هينقل في كل واحد في مكان بعيد عن الاخر، لقى ان احمد عرابي عامل له مظاهره عابدين الكام؟ الثانيه. تعال بقى يا سيدي اعرفك على مظاهره عابدين الثانيه في 9 سبتمبر 1881. عرابي هيحشد الجيش والامه في مظاهره عابدين الثانيه. طب ليه؟ ايه اسباب مظاهره عابدين الثانيه؟ اسبابها كل اللي فات ده اسباب، خلي بالك. ان داوود باشا يا كان اتعين وزير للحربيه وبدا يضيق على الضباط ويمنعهم من الاجتماعات، دي اسباب. ان الخديوي توفيق حط خطه لتفريق شمل الضباط الثلاثه، دي اسباب.
بس انا عندي هنا سبب مباشر. تعال نشوف مع بعض كده السبب المباشر لمظاهرة عابدين التانية. عرابي ماله؟ عرابي بيتهم الحكومة المصرية بعدم الوفاء في اصلاح حال العسكريين. احنا كان لنا مطالب قبل كده ما تنفذش منا حاجة، اللي هي مطالب اواخر مايو. فهنا عرابي بيتهم الحكومة بعدم الوفاء في اصلاح حال مين؟ العسكريين. فعشان كده عرابي راح حشد الجيش، مش بس الجيش ده، الجيش والأمة والشعب، وراح عشان يقابل الخديوي توفيق في مظاهرة عابدين التانية في قصر عابدين. فدخل عرابي على الخديوي توفيق، الخديوي توفيق كان واقف ومعاه رئيس الوزراء رياض باشا وجنبهم القنصلين الإنجليزي والفرنسي، وعرابي رفع مطالب الجيش والأمة. قال للخديوي توفيق احنا جايين لك في ثلاث مطالب. اول مطلب سياسي، عاوزين نعزل رئيس الوزراء رياض باشا، ده مطلب ايه؟ سياسي. طيب تاني حاجة، احنا مش قلنا قبل كده في مطالب مايو عايزين نعمل مجلس نواب ونزود عدد الجيش ل 18,000؟ المطالب دي ما تنفذتش، فاحنا عاوزين نعمل مجلس ايه؟ نواب. وعاوزين نزود عدد الجيش لكام؟ ل 18,000 جندي. يبقى كده مطالب مظاهرة عابدين التانية مطالب ايه؟ سياسية ومطالب ايه؟ عسكرية. مطلبين سياسي اهو وواحد ايه؟ عسكري. طبعا الخديوي توفيق بص كده لعرابي وقال له كل هذه المطالب ليس لكم حق فيها، واني وردت هذه الارض عن ابائي واجدادي، وما انتم الا عبيد احساناتنا، انتوا عبيد عندنا. فطبعا عرابي رد عليه وقال له لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا، فوالله الذي لا اله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. شكرا كده. وبالتالي بنشوف ان الخديوي توفيق هيوافق على مطالب مظاهرة عابدين التانية ولا هيرفض؟ طبعا لازم يوافق. ومين اللي هينصحه يوافق؟ القنصلين الانجليزي والفرنسي. فاضطر الخديوي توفيق ان هو يوافق على مطالب مظاهرة عابدين الكام؟ التانية، مطالب الجيش والامة، بناء على نصيحة القنصلين الانجليزي والايه؟ والفرنسي اللي نصحوه ان هو يوافق عشان يمتص غضب مين؟ الضباط. وافق احسن ينفخونا. فعلا رياض باشا عشان طبعا يرضي الضباط احمد عرابي ويرضي الناس، فراح عازل فعلا مين؟ عزل رئيس الوزراء رياض باشا، وراح معين واحد انت عارفه كويس اللي هو شريف باشا. مين اللي هيألف الوزارة؟ شريف باشا في سبتمبر 1881. جي احمد عرابي راح رايح لشريف باشا قال له يا شريف احنا اللي عيناك، احنا اللي عملنا مظاهرة عابدين تانية وشيلنا رياض باشا وعيناك. قال له يعني عايز ايه يا عرابي؟ قال له عايزينك بس طلب صغير كده، تعين لنا محمود سامي البارودي وزيرا للحربية تاني. يبقى كده محمود سامي البارودي تعين كم مرة؟ مرتين، مرة كان في وزارة رياض باشا، دلوقتي هيبقى في وزارة شريف ايه؟ باشا، بناء على توصية من مين؟ من عرابي. وعايزينك معلش تعين لنا مصطفى فهمي وزير للخارجية، كل ده بتوصية من مين؟ من عرابي. شريف باشا رجل دستوري مدني، ما كانش مرتاح لضغط العسكريين. العسكريين تلقوا الوظيفة بتاعتكم تحموا البلد، اما السياسة مالكوش دخل فيها. فعشان كده شريف باشا ما كانش مرتاح للضغط العسكري ده، ما كانش مرتاح ان كل شوية عرابي ينطله يقول له عاوزين البارودي وزير حربية، عاوزين مصطفى فهمي وزير خارجية، وشغل التوصية ده. فشريف باشا هيعمل ايه؟ شريف باشا قال له عرابي تعالى انا عايزك، انا هتفق معك اتفاق. ايه هو الاتفاق؟ انا عاوز انقل كتائب الضباط الثلاثة احمد عرابي، عبد العال حلمي، علي فهمي، انا عايز انقلكوا بره القاهره خالص عشان اعرف اشتغل. احمد عرابي قال له انا موافق، اخرج بره القاهره ما عنديش مشكله، بس الخديوي توفيق يوافق على اجراء انتخابات لانشاء مجلس نواب. هل الخديوي توفيق وافق؟ قال له انا موافق. المهم عرابي يخرج من هنا. فعلا الخديوي توفيق وافق على اجراء انتخابات لانشاء مجلس ايه؟ نواب. فعرابي هيتنقل بقى. عرابي اتنقل لفين؟ اتنقل للشرقية بلده، وعبد العال حلمي اتنقل لدمياط. وكان الكارثة ان عرابي يروح للشرقية، لاني لسه قايل لك من شوية ان عرابي اصلا مش شرقية، وبالتالي هيزداد نفوذ ولا هيقل نفوذه؟ ازداد نفوذ عرابي وعلى شأنه بين اهالي بلدته، ما بين اهالي بلده.
طب والعمل؟ هنا حكومة شريف باشا حست ان هي غلطت، فشريف باشا اصدر على طول اوامر، قال له خلاص يا عرب انا اسف، انا اسف ان انا وديتك الشرقية، تعالى يا حبيبي. فاصدرت حكومة شريف باشا اوامر الى احمد عرابي ان يتم تعيين احمد عرابي وكيلا لوزارة الحربية، يعني وكيلا للبارودي، يبقى دراع اليمين بتاع مين؟ البارودي او النائب بتاع البارودي، فين؟ في القاهرة. طب ليش شريف باشا عمل كده؟ عشان طبعا عرابي يبقى تحت نظر الايه؟ الحكومة. انت مش قلت لي يا مستر ان الخديوي وافق على اجراء انتخابات لانشاء مجلس نواب؟ ما تقول لي بقى على مجلس النواب. هقول لك اهو، في تلك الاثناء، الاثناء هنا عايدة على الفترة اللي قضاها عرابي في الشرقية، في الوقت اللي عرابي كان موجود فيه في الشرقية قبل ما يتنقل. اللي حصل، اللي حصل اني قدم عدد من الاعيان مذكرة بانشاء مجلس الايه؟ النواب، في 26 ديسمبر 1881. طيب تعالى نشوف كده مجلس النواب ده بيتكون من مين. اول حاجة يا سيدي بيتكون من اصحاب العصبيات من الاعيان. بيتكون من اصحاب العصبيات من مين؟ من الاعيان، يعني من اصحاب العائلات الكبيرة من الاعيان. طيب يعني بيضم الاعيان. طيب يا مستر بيضم تجار؟ لا. طب بيضم صناع؟ لا. طب بيضم متعلمين؟ برضو لا. ايه ده؟ يعني ولا بيضم تجار ولا صناع ولا متعلمين؟ ايوه. ايه ده؟ ده كده ما اختلفش كتير عن مجلس شورى النواب اللي كان معمول في عهد مين؟ اسماعيل، اللي كان بيضم الاعيان برضو. يبقى انا كده عندي مجلسين خدتهم لحد دلوقتي، مجلس شورى النواب في عهد اسماعيل اللي كان بيضم مين برضو؟ الاعيان. ومجلس النواب في عهد مين؟ توفيق. يبقى ده التشابه ما بينهم، ان هما الاثنين بيضموا اعيان. يبقى لو قال لك القاسم المشترك بين مجلس شورى النواب في عهد اسماعيل ومجلس النواب في عهد توفيق، تقول له الاثنين بيضموا ايه؟ اعيان. طب لو قال لك بقى الاختلاف ما بينهم، الاختلاف يا مستر ان مجلس النواب ده بناء على مطالب ايه؟ جماهيريه، الشعب طلب بيه. اما مجلس شورى النواب في عهد اسماعيل لم يكن بناء على مطالب جماهيريه، ده كان منحه من الحاكم. وبكده نكون خلصنا محاضره النهارده وانتهينا من جزء مهم عندنا النهارده، اتكلمنا عن الحركه الوطنيه والثوره العربيه، وقفنا لحد انشاء مجلس النواب. لسه بقى هنشوف ان شاء الله في المحاضره الجايه مقدمات الاحتلال البريطاني، ان هم يبعتوا المذكره المشتركه الاولى والثانيه، وهنشوف انها تفشل الثوره العربيه وهنقع تحت احتلال انجليزي. كل ده ان شاء الله هنتعرف عليه المحاضره الجايه. ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك للقناه، عاوزين نوصل ل 100,000 مشترك. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه. السلام عليكم.